سؤال حضرتك سألته، ليه تنظيم الأزياء؟ ليه تنظيم عروض الأزياء؟ تنظيم عروض الأزياء أساسه الرقي بالذوق العام، سواء للسيدات أو للرجال أو للأطفال. اللي بيقام دلوقتي في منه بيحقق في منه هذا كده. الهدف، وفي منه ما بيحققش هذا الهدف، أو ده مش الهدف بتاعه. معلش سامحني، أنا بس الأسئلة كانت كتير، فممكن السؤال، لا هي كلها سؤال واحد، يعني ليه يعني بيساء فهم هذا العمل، يعني عارضة أزياء. أنت حتى لسه بتقولي في جزء في جزء وجزء. الجزء اللي هو الهدف منه، او انا خليني اتكلم عن نفسي. يوم ما قررت انظم عروض ازياء، قررت انظم العروض وليا هدف من هذا. هدفي الارتقاء بالذوق العام، لو سواء للسيده المصريه او الرجل المصري، او لاننا كلنا بنهتم بالموضه وبنهتم باخر موضه هي ايه، ومصر مصدره للموضه من زمان، ولذلك كنت نفسي احقق الهدف ده. هدفي التاني ان انا بنظم مسابقه لشباب المصممين، وبنظمها لسبب برضو، لهدف. ما هو هدفي الاساسي ان انا ارتقي بالذوق العام، ان انا اكافح البطاله في ايه، في شباب من المصممين الصغيرين عاوزين يشتغلوا، عاوزين ياكلوا عيش، فنعمل ايه معاهم. عملت لهم مسابقه بدون يعني بدون عائد مادي، دول يعني المصممين. ما هو المصممين دول، ما هو ده هدفي. ما هو انت لازم، ما هي بتتقسم نصين، يا اما انا بشتغل لهدف مش بس الربح، يا اما انا بشتغل بهدف الربح فقط. يبقى هدفي لازم يكون سامي، بمعنى انا بجيب الولاد الصغيرين بتبناهم، بعمل لهم مسابقة، بديهم فرص عمل، بديهم ورش عمل. فبالتالي لما باجي انظم عرض الازياء ومعايا الشباب الصغير ده، واشغل فيه عارضات الازياء اللي بتعرض الازياء اللي الشاب ده عاملها، انا كده هدفي ايه؟ اكافح البطاله، لان الولد لما بيتعرف ان هو فاشن ديزاينر، الشاب ده لما بيتعرف او الشابه دي وبتدي له الدفعه دي، بيبدا ياخد الدفعه ان هو يشتغل تاني، بيبدا يبيع، بيبدا يكسب. فبالتالي انا بساعده، يبقى ده هدف. بالتالي لما انا بجيب عارضه الازياء تعرض، مش هجيب مانيكان خشب يعرض، فلازم اجيب عارضه ازياء تعرض زي الفاترينا. ما انت الفاترينا بيبقى فيها مانيكان ثابت، لكن لما بيتلبس اللبس على البنت بيبان. فعارضه الازياء دي مهمتها انها تبين الموديل، تبين التصميم. بدات اعمل اول عرض ازياء نجح، ونجح الولاد دول اشتغلوا وخدوا فرصتهم، فاذا انا ابتديت احقق الهدف. طيب ليه بقى تحولت؟ انا سمعتكم في التحقيق بعضكم بيقول انه في تحت السلم، يعني انه يعني انا اسمع في سلع مغشوشه بتصنع تحت السلم، لكن كمان لان هو ده اللي حصل، ان لما تنظم عروض ازياء محترمه ابتدى الموضوع يبقى الله. طب ما انا انظم، مش انا يعني الشخص التاني، انا انظم عرض ازياء برضو دي واضح انها بتكسب. طب ما انا اجيب المودلز دول ونشغلهم ويعرضوا كام بتاع، والقصه خلاص جميله وهنكسب منها قرشين حلوين. فبقت سبوبه، فبقت تعمل يعني انا اسفه تحت بير السلم فعلا، وبارخص الاسعار في كله، للمودلز، للمكان، باخد مكان بقرشين واعمل بتاع ده، قفش سجاده خلاص، اطلع عليها الموديل اللي انا اصلا مش دافع لها حاجه او دافع لها اي كلام واعرضي. طب ليه كمان بيتم التعامل، يعني انا باخد وهنناقش ده بالتفاصيل مع عارضه الازياء عشان ابتدي اتكلم معاهم كمان على ليه الانطباع السيء؟ ليه التعامل معاها لانها يمكن ان تكون طعما سهلا، صيدا سهلا، ويبتدي نسمع عن محاولة اكتذابهم إلى حاجات مشبوهة، يعني ليه؟ هقول لسيادتك حاجة دلوقتي. أنا عارضة الأزياء دي بنقول عليها مهنة، مظبوط؟ طب هل هي بتكتب في البطاقة إن هي مهنة؟ مفيش، يعني هل في مهنة؟ لو أنت في السجل المدني قلت لهم أنا مهنتي عارضة أزياء ما يكتب لي مفيش فيش ده؟ مفيش ما يثبت هذا، عشان ما عندكوش نقابة، وما مفيش نقابة، مفيش قانون بيقنن هذا. يعني مفيش عارضة أزياء تقدر تقول عارضة أزياء، لأن مفيش مهنة اسمها عارضة أزياء في بس الدولة. بس معقول مفيش، يعني مفيش جهة
مفيش تشرف جهة على هذا العمل، مفيش جهة. ولذلك سواء من المنظم او من عارضات الازياء هم بيشتغلوا بدون قانون يحميهم، بدون قانون يشغلهم، بدون قانون يعني يقنن. انا عايزه قانون يقنن لي ده، يقول انا مهنتي عارضه ازياء. مفيش هذا، ما مش طيب. موجود. ولذلك بقى دخل فيها بقى انه التايتل ده او العنوان ده، ان ممكن عارضه الازياء. وده حقيقه، ما هو في كل مهنه في الوحش وفي الحلو، في كل المهن في الوحش وفي الحلو، لكن في انطباع سائد دي عارضه ازياء، فهنا في انطباع مش كويس. يعني متاخد ليه بقى الانطباع اللي مش كويس؟ لان هو في ناس مش كويسه فعلا، سواء من المنظمين او من عارضات الازياء. يعني البيزنس الظاهر ده في جزء خافي منه، في جوانب زيه زي اي مهنه مشبوهه، يعني زيه زي اي مهنه، زيه زي اي مجال في حياتنا. بس المهن المهن بتخضع لضوابط. يعني في لو مهندس فاسد على طول عنده نقابه المهندسين، لو طبيب فاسد عنده نقابه الاطباء قبل القانون بتحاسبه، بتراقبه بالظبط. احنا ما فيش قانون، ما فيش قانون يحميها كعارضه ازياء، ما فيش قانون يقننها بحيث انه مش اي واحده تخش تبقى عارضه ازياء، لا ليها شروط وليها سواء بقى. ما انا مش هعمل القانون. بس انت بتقولي في جزء مشبوه فعلا باسم عروض الازياء. لا انا ما بقولش كده، انا بقول انه اكيد في كل مهنه في ده وفي ده، ده موجود او مش موجود انا ما اعرفش. طيب.